السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم باشمهندس حمدي من كرييتيف جروب. في الفيديو ده هنتكلم عن الجروبينج سيستم او ازاي اقدر اعمل جروب. نفترض ان انا عندي حاجة زي السلم ده، عايز لما اعمل سيلكت للسلم ده يعمل لي سيلكت لكل السلالم دي مع بعض. هقدر اعمل الموضوع ده ازاي؟ هبتدي اقول له علم لي على كل السلالم، وادخل هنا من جروب واقول له من جروب جروب. هلاقيه بيقول لي انت عايز تسمي الجروب ده ايه؟ يا اما تسيب الاسم زي ما هو كده، بس انا دايما بفضل ان انا اسمي له اسم. انا ابتدي اقول له ستيرز اندرسكور جروب، وبفضل دايما لما اجي اعمل جروب اخلي الاسم دايما في كلمه جروب، عشان ابقى عارف السلكشن بتاعي ده ان هو عباره عن جروب مع بعض. بعد كده هقول له اوكي. وبكده لما اعمل سلكت لاي اوبجكت من عناصر السلم هيعمل سلكت للجروب بالكامل. ولو جينا بصينا على السين اكسبلورر بتاعنا هنلاقي ان احنا عندنا سهم. السهم ده بيدل ان الستير جروبس دي او ان الاوبجكت ده في تحته مجموعه اوبجكت. يعني انا لو جيت ضغطت هنا هيختار لي كل الاوبجكتس اللي موجوده عندي هنا اللي هي السلالم دي بالكامل. فايده الجروبنج سيستم ان هو بينظم لي البروجكت، بدل ما هضطر كل شويه عشان اختار السلالم كلها اعلم عليهم كلهم، لا ده انا جمعتهم كلهم في سيلكشن واحد، واقدر كمان اعمل لهم موف مع بعض، روتيت مع بعض، او حتى سكيل. طب نفترض ان انا عايز افك الجروب بتاعي، هعمل ايه؟ هبتدي اعلم على الجروب، ادخل على جروب واقول له ان جروب. هتلاحظ ان في السين اكسبلورر الوضع رجع للوضع القديم، وهتلاحظ كمان ان انا ممكن اعمل لهم سيلكت كل واحد على حده. هنفترض ان احنا هنرجعهم جروب تاني، طبعا هسمي اسم الجروب، هسيبه جروب 001 وهقول له اوكي. طبعا هيتغير هنا الاسم لجروب 001. نفترض ان انا عايز افك الجروب ده بشكل مؤقت، يعني محتاج ان انا اغير من مكان سلمه من السلالم مثلا، بعد كده ارجع الجروب ده مره تانيه. هبتدي اقول له ايه من جروب، هبتدي اقول له اعمل لي اوبن للجروب ده. اول ما هضغط اوبن هلاقي زي لون بينك كده اترسم لي حوالين الاوبجكتس بتاعتي. اللون ممكن بيفهمني ايه؟ بيفهمني ان الاوبجكتس دي كلها في جروب مع بعض، لكن لازلت او لازال ان انت ممكن تختار الاوبجكتس اللي جوه الجروب كل واحد فيهم على حده. نفترض احنا نغير من المكان ده كده شويه، عملنا التعديل بتاعنا، ومحتاج ان انا لو عايز محتاج ان انا اضغط على اي اوبجكت من الاوبجكتس دي يروح عامل لي سيلكت للسلم بالكامل. يا اما اختار البنك ده وابتدي احرك السلم بالكامل، يا اما اختار اي اوبجكت من دولت واروح له جروب واقول له كلوز. كلوز عمل لي ايه؟ رجع لي الجروب دي كلوز جروب، اي اوبجكت فيهم هختاره هيختار لي الجروب بتاعتي بالكامل. طب تعالوا نعمل كنترول زد عشان نرجع خطوات لورا عشان السلم بتاعنا يرجع مكانه، وتعالوا نقول له رجع هالي كلوزد جروب. حلو. طب نفترض ان انا عايز اضيف اوبجكت زياده على الجروب، يعني مثلا عايز اضيف البوكس ده زياده على الجروب ده. اقدر اعمل الموضوع ده ازاي؟ خطوه بسيطه، همسك البوكس هروح لكلمه جروب كده من فوق واقول له اتاتش، هلاقي شكل الماوس بيتغير. اول ما احطه على اي جروب اوبجكتس زي دولت هضغط عليهم هنا كليك، هتلاقي ان بوكس بتاعك ده بقى جزء من الجروب. حلو. طب نفترض ان انا عايز اشيله تاني او ان انا عايز الغيه من الجروب، الموضوع بسيط. كل اللي هتعمله ان انت هتضغط على الاوبجكتس بتاعتك، هتيجي في جروب وتقول له اعمل لي اوبن للجروب دي، هتختار الاوبجكت اللي عايز تعمل له ديتاتش، هتدخل على كلمه جروب، ومن كلمه جروب هتقول له ديتاتش وتضغط كليك، وبكده هو اتشال من الاوبجكتس عندك. هتختار اي اوبجكت من دولت وتقول له جروب وترجعه كلوزد مره تانية بالشكل ده. وبكده انت عندك او بكده انت عرفت ازاي تدخل الجروب وازاي تقفل الجروب مره تانية. موضوع الجروبس ده مهم جدا، ويفضل بعد ما تعمل اي اوبجكت سواء كنبه مثلا او سرير او مخده تعمل له جروب مع بعضه. ليه؟ لان انت في العادي بيبقى عندك في المشهد الواحد اكتر من 100 اوبجكت، فانت لو سبت الدنيا كده تايهه على بعض هتلاقي ان التعامل مع البروجكت بقى تقيل او صعب شويه.
وبكده هنبقى خلصنا كلامنا عن الجروبنج سيستم. لو شايف ان الفيديو ده مفيد ليك ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير عشان توصلك فيديوهاتنا في اقرب فرصة.